متابعينا مشاهدينا الأعزاء، على بركة من الله وتوفيقه أعلنت انطلاقات شوطنا التاسع عشر ضمن انطلاقات هذه الفترة المسائية، لينطلق وإياكم نحو الانطلاق الأول ونحو الصدارة. لتتابع وتتابعون الانطلاقات وكذلك الأسماء الكبيرة لينطلق وتنطلقون مع المركز الأول ومع صدارة. لتتابع من ينطلق أو تنطلق مع صدارة: عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري، من يقدم لنا طموح مع المركز الأول ويطمح بالناموس ويطمح بالانتصار، بينما الدور والنقل للمركز الثاني. لأتابع من الجانب الأيمن، لأتابع وتتابعون القدوم والوصول من الاتحادية: سالم الرمالي بن محمد العامري، من غير إلى الانطلاق الأول. الله الله، ياهي من أسماء وياهي من شعارات. بينما المركز الثالث، لأتابع من تنطلق سيافة بشعار حمد بن محمد بن ماجد آل بريص المري، من يقدم لنا شعار. بينما الأسماء والشعارات القادمة، لأتابع وتتابعون الوصول والقدوم من الجانب الأيمن. وصلت النادرة عبد الله بن مسفر بن محمد آل رزق اليومي، من يقدم لنا شعار. الأسماء والشعارات وصلوها للطلايب، ياهي من أمتار ياهي من أمتار. لأتابع وصلت الجادل وصلت الجادل، ياهي من أمتار ياهي من أمتار. وصل بن طحنون، وصلوا ابن أيجوف بن هاجر، وصلوا ليقدموا لنا الحشارة حشارة. والأمتار الأخيرة لمن الانتصار لمن السلام حشارة. وكذلك الاتحادية، حرك يا بالرملي حرك يا بالرملي يا برد اعصابك، وصلنا لمنطقة الاعلام. الله الله، ما بين هناك ابن جوف بن هاجر وكذلك محمد بن سلمان بن فارس الدوسري. الجادل الجادل بالرملي بالرملي ياهي من أسماء أبناء دولة الإمارات، روحوا بسلام روحوا بسلام. سلامي عليك يا بالرملي، سلامي عليك يا بالرملي. المصانع الجنوبية، من قدموا لنا هذا الشعار؟ البطل الاتحادية، تهانينا ونماس لك يا سالم يا بالرملي، من قدم لنا الاتحادية وكذلك النماس والانتصار للأسماء القادمة. بينما المركز الثاني، لأتابع الوصول والقدوم من المركز الثاني. المركز الثاني، الجادل محمد بن سلمان بن فارس آل قويد الدوسري، من قدم لنا شعاره. المركز الثالث المركز الثالث وصلت لأتابع المركز الثالث حشارة فيصل بن فهد بن فهيد آل محمد الهاجري، ما قصرت حشارة. هكذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، لنتابع وإياكم لحظة وصول من قدمت لنا الأداء المميز. الاتحادية سالم الرملي العامري، التوقيت الزمني 3:15 و43 جزءا من الثانية. المركز الثاني، لأتابع الجادل محمد بن سلمان بن فارس آل قويد الهاجري الدوسري، من قدم لنا الجادل 3:16 و19 جزءا من الثانية. المركز الثالث حشارة فيصل بن فهد بن فهيد الهاجري 3:16
وخمسة وسبعين جزءا من الثاني. المركز الرابع صملة متعب بن جابر، في الربيع المري المركز الخامس وصل التم عبد الرحمن بن سلمان المغيري. متابعينا مشاهدينا الاعزاء، تهانينا ونماس لكياب الرملي من قدم لنا الاتحادية سالم الرملي بن محمد العامري، والتهاني والنماس لأبناء الإمارات من قدموا لنا أبناء المصانع الجنوبية من قدموا لنا الاتحادية. هكذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، تهانينا ونماس لجميع الفائزين. هكذا متواصلين وإياكم شوط يلي الآخر، شوطنا القادم والزميل العزيز خالد الدعجاني. ليتجعل الثورة تتر خيبة السابق.